اهلا بكم مع مهند من بالحمودة للسيارات. اليوم سيارة طال انتظارها كهربائية 100%، شيفرولي بولت. صورة سريعة عشان تبقوا عارفين ان مهند دايما بيجيب لكم الجديد، اول واحد يصور لكم اي سيارة بتنزل او قبل ما تنزل فعليا. يلا اهلا بكم. اهلا بكم مع مهند من بن حمودة للسيارات من شيفروليه في ابو ظبي والعين. تصوير اول سيارة شيفروليه بولت كهربائية 100%، الشكل الجديد طبعا لسه منزلش، بس احنا بنوريكم ايه اللي ممكن يحصل لما تنزل السيارة دي ان شاء الله. الكاميرا بتاعتنا، احنا عارفين المراية دي بتظهر رؤيتها، الكاميرا الخلفية اون ستار، شايفين شحن سلك للتليفون، الجير كله هنا، ازرار هاند بريك، بوش ستارت، كروز كنترول، البري كوليجن اليرت، بدل شيفت للباور، فتحة بانورامية. شكل السيارة من الخلف، شكل الجلد، ازيك يا سامي؟ انا والله عامل ايه تمام؟ اسلمك يا رب، خليلك. هنصورها من بره شوية يا سامي. السيارة طبعا اشتغلت بدون صوت، شوفوا مفتاحها كمان كان عليه حركة ظريفة جدا. شكل ال البلاج تمام. تعال نبص بص عليها من بره. بوس ساوند سيستم، الكاميرا اللي احنا قلنا عليها تظهر رؤيتها هنا. يلا من تحت. اوكي، البولت طبعا احنا عارفين هي اول ما نزلت هي كانت اكبر بطارية في اي سيارة كهربائية وقت ما نزلت. البطارية طبعا كانت 60 كيلو وات. دي هيكون محسن فيها الاداء ومحسن فيها البطارية. الشكل القديم زي ما انتم شايفين، او الشكل الاولي، ده الشكل الجديد اهو. دي ممكن تعدي ال 520 كيلو، 560 ممكن توصل حسب الاستخدام. اتفضل يا استاذ سامي. اقعد كده ورينا كده من الداخل. اشتغلت السيارة طبعا مش سامعين أي حاجة. انجن هو كله موتور بس. شغل لنا الاضاءه كده من قدام يا سام. سام جميله ما شاء الله. اللي خايف من اسعار البترول يستعد للشيفروليه بولت الكهربائيه 100%، ويتصل على مهند من بن حمودة للسيارات 050-516-3525 ابو ظبي والعين. السيارة دي على الاغلب هتبقى موجودة على اول السنة ان شاء الله. ستار، شوف شعر الشيفروليه بيضوي ازاي، ده شكلها من الخلف. جميلة ما شاء الله. ايه رايك يا سام؟ ما شاء الله عليها، رائعة جدا. دي المعلومات اللي بتظهر. افتح
لنا كده طبعا مش هنقول عليه انجن ده هذا بتاع التشارج طبعا الصوت اللي انتوا سامعينه ده صوت التنبيه للمشاة والمرة خليها مفتوحة شوية دلي معلش عشان يعرفوا ان في سيارة ماشية وراهم للسيفتي طبعا والسيكوريتي السيارة بتطلع زي صوت زي مزيكا كده عشان تعرفك ان في سيارة وراك وانت بتعدي الطريق اطفال او اي حد بيعدي الطريق يعرف ان في وراه سيارة كهربائية لان مفيش صوت ماكينة فعليا نقرب شوية كده تسمعوا الكاميرا الأمامية السيارة فيها 360 كاميراز طبعا الإضاءة كلها LED والإضاءة والزمامير وكل الكهرباء تانية معتمدة على بطارية منفصلة زي ما انتم شايفين عشان ما تأثرش على البطارية الرئيسية وتجهدها ده هنا المولد الكهرباء وهنا المحول للطاقة المغناطيسية وكل اللي انتم شايفينه الكابلات والحاجات دي كلها طبعا فيها نظام تبريد زي ما انتم شايفين فيه 3 تبريد ده بيساعد طبعا في طول عمر البطارية نظام التبريد البطري اوكي you can close it now thank you man افتح لنا الفتحة البانوراما يا مسيو سام ميرسي all electric all the time صح السايز كمان ظريف جدا بصراحه زي ما انتم شايفين السياره الكهربائيه 100% اول الكتريك اول ذا تايم هلا علي 100% مين خايف من اسعار البترول مش انا واهلا بكم مع مهند بن حموده للسيارات في شيفروليه في ابو ظبي والعين شكرا لكم